وعلشان اختم القصه دي، قصه احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين والله اعلم، القصه بتاعت الحسن والحسين وهما كانوا صغيرين وشافوا راجل كبير بيتوضى غلط، فعاوزين يقولوا له بص الذكاء وبص الاخلاق بتاعت الاسلام، اتحرجوا ان هو يروح يقولوا له حضرتك بتتوضى غلط مثلا. فعملوا ايه؟ قال لك بينه وبين بعض هم صغيرين، قال لك احنا هنعمل مسابقه، نقول للراجل ان احنا بنتسابق انا احنا الاثنين نعمل مسابقه وضوء وانت حكم وقول لنا مين فينا بيتوضى احسن. وعملوا فعلا الموضوع ده لعل هو يشوف الوضوء ويشوف الخطا اللي هو اخطاه من غير ما يحرجوا الراجل. دي اخلاق الاسلام. شوف وهم صغيرين شوف الناس اخلاقها وشوف الناس ذكائها عامل ازاي عشان ما يجرحوش راجل بس عشان هو اكبر منهم سن. هي دي اخلاق الاسلام اللي احنا المفروض لما انا اشوف حد غلطان احببه في الدين، مش اكرهه في الدين واقول له انت كافر وانت وانا هدعي عليك. ده ايه ده؟ ايه علاقه ده بالاسلام؟ لو انا قدرت اعمل الموضوع ده، والفكره دي هي الفكره اللي موجوده عندنا في عشان تظهر بره للناس، الناس هتقدر. مستحيل حد يجي يقول لك ان ده دين الارهاب، ان ده دين العنف زي ما انت كنت بتتكلم شويه ان احنا طوعنا العنف خالص. صح. فهي دي لو انت بتتكلم على الغرب بيشوفوا ايه، ابتدي بنفسك، اتعلم الدين الصح وشوف السورسز الصح اللي انت تروح تعلم منها الدين. واحنا مشكلتنا ان احنا اي واحد بدأ، وانا مش ضد دقن ولا حاجه بالعكس، انا والدي على فكره ملتحي، مش اي واحد بدأ يبقى هو ده عم الشيخ اللي انت تروح تتعلم منه. لا، عندك يا سيدي في مصر عندنا عندك الازهر الشريف، روح اتعلم دينك صح. واول حاجه لازم تتعلمها في الدين ان انت لو عاوز تعرف ايه هو الاسلام فتخلق باخلاق الله ورسوله. نعم، دي خطوه رقم واحد، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. حسن الشافعي، هل انت منفتح على الاديان الاخرى اليهوديه والمسيحيه؟ اكيد. لازم تقرا. ويعني يمكن انا مكرده كنت مسافر فار ايست، كان عندي ان انا عاوز شكلة. انا عاوز اشوف ايه الديانات وازاي الناس بتفكر والبوذيه والديانات هناك والمعابد. وبالعكس حلو ان انت تثقف نفسك وتفهم الناس الثانيه بتفكر في ايه. دول بني ادمين زيهم زيك، فلازم تعرف الناس دي بتفكر ازاي واعتقاداتها جايه منين. من الشرق الاقصى رح ارجع لحسن الشافعي بعد الفاصل مع 10 اسئله حد السيف. كثير في عنا مواضيع، بدي احكي عن موسيقته، وبدي احكي عن فيروز اذا الله خلقها كسر القالب، وبدي احكي عن مين رئيس اللجنه بأرب ايدل، راغب ولا لا، مع وفي اتصال بكره نجمه انا والعسل مع النجم حسن الشافعي بعد الفاصل.